في ذكرى اليوم الوطني للهجرة المصادف للسابع عشر أكتوبر من كل عام، ذات الأسئلة تعود عن حال الجالية الجزائرية بالمهجر وعن سياسات الحكومة تجاه شريحة واسعة من كوادر وطنية اختارت الاستقرار وراء البحار لاعتبارات اختيارية وأخرى اضطرارية. مستوى النقاش لا يتوقف عند هذا الحد، فأيا كانت المبررات فإن الواقع يقول إن هناك ملايين الجزائريين قابعون خارج هذا الوطن وعلى استعداد لتقديم كل أنواع السند لبلدهم حتى وإن أجبرتهم الظروف على تبني جنسيات ربيبة. فقضايا مثل نقص التنظيم، غلاء وتذاكر السفر، وانعدام آليات تحويل العملة الصعبة، ومسائل مثل نقل الجثامين تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن نجاعة الاستثمار في الكفاءات الجزائرية المغتربة في غياب سياسة استقطاب بالمعنى الكامل. وقفتنا اليوم في برنامج قراءات ستكون لتسليط الضوء على المهاجرين، وقفة نريدها للحاضر دون إغفال الجانب التاريخي للمناسبة ورمزيتها وفق بعض المحاور التي نطرحها كما يلي. بعد 53 سنة من مظاهرات 17 أكتوبر، هل وفت الدولة المهاجرين حقهم؟ وبالمقابل ماذا قدم هؤلاء لوطنهم الأم؟ ما هي أبرز العراقيل التي تعيق إسهام الجالية في التنمية الوطنية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة لبرنامجكم قراءات، نخصصها اليوم للحديث عن ذكرى اليوم الوطني للمهاجر، لمحاولة أن لا نغوص مشاهدينا الأفاضل فقط في الجوانب التاريخية، بل هناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتوقف عندها بخصوص جاليتنا الوطنية بالمهجر على اختلاف الدول التي تقيم بها هذه الجالية هناك. أهلا وسهلا بك رضوان بوساق لمناقشة هذا الموضوع، مرحبا بك. كما أرحب بالنائب البرلماني عن الجالية سمير شعبنا، أهلا وسهلا سيدي. مرحبا وتحية مسائية لكل مشاهدينا. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك محمد مسلم الإعلامي. شكرا على الاستضافة. أهلا بك، وأيضا أرحب بزميلي عبد الوهاب جاكون، مرحبا سي عبد الوهاب. مساء الخير. أهلا وسهلا رضوان. إذا تكلمنا عن اليوم الوطني للهجرة، نتوقف أنه هذه الذكرى إن صح التعبير وإن كنت يعني مخطئ فأرجو أن تصحح، هذه الذكرى لم تحظى باهتمام وافر سواء من المؤرخين الجزائريين أو حتى العرب، ولم أيضا تحظى باهتمام واسع من حتى يعني الإعلاميين، ما عدا في عشية الذكرى أو ماذا أنه يعني في الملتقيات ما إلى ذلك. تقرير اليوم هل يناقش الموضوع من هذا الجانب وأيضا الجوانب الأخرى؟ كما ذكرت سمير أن نعم. في كل موعد 17 أكتوبر هناك محطتين، محطة لاسترجاع الذاكرة ويعني الوقوف على ما تعرض له مجموعة من الجزائريين متظاهرين في سنة 61 في باريس، وكذلك للحديث عن الجالية الجزائرية، عن أوضاعها في كل بلدان العالم، عن مشاكلها، عن مطالبها. تقول ربما أنه لا يوجد تسليط ضوء كبير يعني خاصة على هذا الجانب التاريخي. تعرف أن الأفلام ربما التي توثق لهذا الواقعة قليلة جدا، لأن الحدث كان في باريس، فبالتالي حتى الأرشيف، حتى أصلا نظرة الدولة الفرنسية إلى هذه المظاهرات تغيرت ربما منذ 3 سنوات فقط. يعني لما شفنا عشية زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر، يعني كان في رسالة لاعترف فعلا بأن الدولة الفرنسية تتحمل جانب وجزء من هذه المسؤولية، مسؤولية هذه الأحداث. فربما مستقبلا قد تكون هذه الأمور عندها أثارها، لكن الكتابات تبقى قليلة بشأن هذه الواقعة، وربما لن تجد معلومات كثيرة جدا، وحتى الأرشيف الصور الموجودة قليلة جدا. هذه فرصة مشاهدينا الأفاضل إذن لنتوقف عند قضية الجالية الجزائرية، نتابع الموضوع في سياق التقرير التالي ونبدأ مباشرة بعده النقاش. ككل سنة ومع استذكار مأساة المهاجرين الجزائريين في فرنسا في 17 أكتوبر 1961، تعود هذه الصور لما اختارت فرنسا قتلهم ورميهم في نهر السين لسبب واحد، هو اختيارهم نصرة قضيتهم.
المشاهد ذاتها تجددت في الأذهان مع صور قمع الأمن الفرنسي لاحتفالات أفراد الجالية بانتصارات الفريق الوطني لكرة القدم بالمونديال في جوان الماضي، وحضر حتى رفع الراية الجزائرية، وفي الأيام القليلة الماضية الاستهزاء بشعار الجزائريين الشهير، ذكرى تعيد طرح حال المهاجرين الجزائريين في أكثر من بلد وقارة. قائمة المطالب والمشاكل ما زالت هي هي، باستثناء التخفيضات المعلن عنها بالنسبة لهذه الفئة في النقل الجوي والتي بقيت ظرفية بسبب سجال اجتماعية الحكومة والطابع التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، لتبقى أسعار التذاكر في التنقل بين الجزائر وفرنسا عبر الجو غير معقولة على الإطلاق. إضافة إلى هذا المشكل، مشكل آخر يتمثل في نقل الموتى والبيروقراطية التي باتت تشتهر بها المصالح القنصلية الجزائرية في كل بلد تقريبا، والتي جعلت الجزائري لا يعول كثيرا على هذه المصالح لا سيما في أحلك الظروف. إضافة إلى العوائق التي تواجه نقل المهاجرين للعملة الصعبة لبلدهم الأم والتعقيدات البنكية ومشاكل الاستثمار في الجزائر التي لا تختلف فيها معاناة المهاجر عن المقيم في مناخ استثمار يجمع الكل أنه يبقى ضبابيا، علاوة على عدم إدراجهم في جميع خطط الحكومة، كما هو الحال بالنسبة للسكن الذي لا يوجد في خططه صيغة خاصة بهم عكس ما هو موجود في المغرب وتونس مثلا. هي هموم شريحة كبيرة من الجزائريين اختاروا الإقامة خارج البلد الأم، لكن الكثير منهم مهموم بمشاكل الداخل كذلك. باسكو دونك تروح للسبيطار ما كاش شكا ما كاش دواء ما كاش الخيط ما كاش لا فوتاكي وتجي لهنا لفرنسا ما عندكش كوا سي لا فوتاكي توبيري با سي لا فوتاكي فوت الحكومه ما كاش كونترول فوالا ما تقوليش تاع الشعب اللي فيكتيم الشعب تاع الناس اللي داروا لونساج وجاو. انا كبار كونتر واحد من الناس هذوما اللي داروا دوسي يبان كي دار الدوسي بقيت نستنى بقيت ديما اون اتونت اون اتونت اون اتونت يبان خويا ما قدرش نستطيع كما يقولوا هزيت روحي وتعمرت على ربي. كاين خاوتنا لهنا اللي عندهم حبس غيابي في البلاد نورمالمون لازم يخرجوا هذوما لازم يروحوا لبلادهم يشوفوا ماليهم. كاين اللي عندهم 20 سنه هنا بلا ما دير والو ماذا بينا كسافيني فيت بربي ان شاء الله بلادنا قلنا هيا هودوا هودوا روحوا برا روحوا لبلادنا وخلاص. بين الغربة ومشاكلها وبين الحنين إلى البلد عشرات المشاكل التي تواجه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج كلما تعلق الأمر ببلدهم في انتظار حلول ينتظرها من هو بالداخل أكثر من أي مهاجر. إذن جرائم 17 أكتوبر 61 التي ارتكبها محافظ شرطة باريس موريس بابون. مشاهدينا الأفاضل، يعني سمير شعبنا النائب برلماني عن الجالية، لا شك أن هذا الحدث يحز كثيرا في نفوس الجزائريين، لا شك أيضا أنه الكثير من الجزائريين وأنت يعني متواجد هناك يتساءلون ألا تستحق هذه الأحداث أو هذه الذكرى أن يتم تخليدها بشكل أو بآخر؟ نعم هذه حقيقة يعني ويستحق تخليدها يعني في إطار رسمي في إطار أقول يعني الآن على سبيل المثال في حوالي 25 نشاط محاضرات تظاهرات هنا وهناك في مختلف المدن الفرنسية تحييها الجالية يعني مع مفكرين يعني غادروا الجزائر يوم أمس من بين هؤلاء علي هارون القرصو كاتب كذلك وكان واحد يعني من المشاركين في هذه المسيرة السلمية يعني في العاصمة الفرنسية باريس. يعني ككل سنة يعني فيه تظاهرات ونحاول من خلال مثل هذه النشاطات مثل هذه كذلك اللقاءات مع الجيل الثالث والرابع حتى نعرف بهؤلاء يعني ماضي أبائهم ماضي أجدادهم كذلك وما قدموه لبلدنا. ومثل ما يعلم الجميع يعني الجالية الجزائرية كانت في وقت مضى كقاعدة خلفية للثورة الجزائرية من خلال يعني مساندتها بالمال مساندتها كذلك يعني بكل الإمكانات يعني سواء منها
المادية أو البشرية. نعم سمير، في كثير من الحالات يعني أنه لما نتحدث عن ذكرى 17 أكتوبر 61 كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تكلم على أن يعني تعتبر من يعني المجازر ومن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري والتي راح ضحيتها شهداء الثورة التحريرية المباركة. غير ذلك كل مرة تبقى يعني ذكرى تاريخية مهمة في الثورة الجزائرية ضحية توازنات سياسية فرنسية، كيف يعني عشت هذا الجانب؟ يعني قبل سنتين الرئيس الفرنسي اعترف بعدما تقلد يعني منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، اعترف يعني بجريمة المجرم موريس بابون اللي كرمته وقلده آنذاك الرئيس السابق جاك شيراك يعني بمنصب وكذلك حتى يعني بوسام يعني استحقاق كبير. فأنا أقول بكل صراحة يعني حتى هذه المناسبة لم يعطى لها حقها يعني هنا في الوطن. أنت في كل مرة يعني أنا نشاهد يعني التلفزيون في الضفة الأخرى من المتوسط ما عدا يعني دقيقة صمت أو قراءة فاتحة الكتاب أو وضع إكليل يعني على يعني الجندي المجهول أو لا أدري، ما عدا هذا لم يعطي لها حقها الكامل يعني سواء من لقاءات مثل هذا اللقاء. وأنا أشكركم جزيل الشكر يعني على الوقت المخصص لأبناء جليتنا يعني وعلى هذا الحوار اللي راح يكون بدون شك ثري وملم يعني لهذا الحدث كحدث ولواقع المعاش لأبناء جاليتنا هناك. فبالتالي أقول أنه دولتنا كذلك لم تعطي لها حقها الكامل يعني حتى نحاول من خلالها يعني أن نعطي فكرة لأبنائنا هنا. أنا أقول لك بكل صراحة وأنا أتجول في الشارع تحدثت مع طالب أو يعني اثنين يعني على هذه الحادثة يجهلوها يعني. فشبابنا اليوم لو تطرح لهم سؤال يعني ما هي الأسباب اللي خلت أبنائنا يغادروا البلد ويروحوا يعني يعملوا ويروحوا كذلك يبنيوا هذا البلد اللي راهم موجودين فيه الآن، فكلهم يجهلوا تاريخ الهجرة الجزائرية. فهذا كذلك نتحمله احنا مسؤوليته يعني جيد. كمسؤولين كمنظومة جامعية تربوية إلى آخره. نعم، هذا فيما يتعلق قبل سنتي فيما بعد لنتحدث عن الجالية الجزائرية بين الحقوق والواجبات أيضا. نعم. محمد مسلم الإعلامي، إذا تحدثنا عن هذه الذكرى نغتنم الفرصة أيضا لنتحدث أيضا عن دور الطبقة السياسية في الجزائر، أيضا نحاول أنه لماذا ما زلنا راهنين يعني المنابر الإعلامية راهنين عشية الذكرى عشية كذا ما إلى ذلك، وحتى الأحزاب السياسية اللي كان من المفروض يعني تتوجه في نشاطها من مثل هذا أيضا حتى للجالية الجزائرية في الخارج أو الجزائريين هنا ما فيهش يعني نشاط وما فيهش اهتمام بمثل هذه الأحداث التاريخية المؤثرة جدا والتي يمكن الاستلهام منها في الوقت اللي نشاهد يعني الحديث عن حقوق الإنسان، نشاهد الحديث عن يعني المتاجرة بقضية حقوق الإنسان ما إلى ذلك، في حين أن جزائريون مشاهدين الأفاضل اللي يتم تكديسهم ويتم يعني رمهم في نهر السين هكذا. هذه يعني هذا يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذه الأحداث سي محمد مسلم؟ تفضل. ولكن فيما يخص الأحزاب السياسية يعني لو نشوف مثلا الآن الجالية الجزائرية في فرنسا فقط في إحصائيات غير رسمية يقولوا أنه الرقم قد يفوق 5 ملايين يعني جزائري مقيم في فرنسا، لكن لما نشوف يعني الحزب السياسي ما نلقاش عندها قاعدة شعبية أو لا تولي أهمية كبيرة للجالية بحيث أنه تجعل لها قاعدة في هذا بين هذه الجالية. نعم. فلو نشوف مثلا في نواب الآن في أحزاب هم يعني لا يمثلون يعني بحق يعني الجالية الجزائرية في فرنسا يعني حبيت هما يرشحون الناس يعني لما تكون هناك ما انتخابات لما تشريعية رئاسية وغير ذلك يتم استحضار ممثلين ما إلى ذلك ثم يتم الحديث عن مواضيع عن برامج إلى غير ذلك، ولكن من المفروض أن الأحزاب السياسية عندها داخل البرامج ما يهتم أيضا بالجالية الجزائرية طبعا. ولكن هذا يعني عندما يكون الحزب فاشل في بلده لا يمكن أن ينجح خارج بلده. هذه الآن قضية مرتبطة. الآن نحن الآن نشوف أن الحزاب غير قادرة على الحشد، أحزاب يعني ولات مناسباتية لا تصدر إلا أيام الانتخابات، فهذا من أسباب يعني رداءة الممارسة السياسية في الجزائر. يعني الأحزاب الآن لا تمثل ولا تعكس وتواجدها يعني محدود في الشارع، وبالتالي لا يمكن لومها على أن هي فشلت في مهمتها الأساسية،
فلا يجب الا نلوم على فشلها في امور في امور اخرى يعني قد لا تتعلق بصلب الممارسه السياسيه. نعم عبد الوهاب جاكون، اذا تكلمنا على قضيه، نعود الى القضيه الان، نفتح باب الواسع وهو باب مساهمه الجاليه الجزائريه. الجاليه الجزائريه بالامس كانت كما ذكر سمير شعبنا قاعده خلفيه للثوره الجزائريه بالنفس والنفيس وبالمجاهدين والشهداء والاموال ما الى ذلك. اليوم الجاليه الجزائريه، هل الظروف اللي تعيش فيها في هذه الدول سواء كانت دول أوروبية أو دول أجنبية ما تسمحش باش يكون هذا التضامن أكثر مع البلد الأم، أم أن اهتمامات وتطورات أيضا عند الجالية الجزائرية جعلتها تكون بشكل أو بآخر الإسهام نتاعها ليس ما هو مطلوب داخل الوطن؟ لا ماهوش بهذه الصفة هذه، لأن أولا ما عندناش أرقام، ما عندناش أمثلة، في عندي بعض الارقام ساقدمها الان، ما نقدرش نحكم باللي ان هذه الجاليه اليوم ما تساهمش، يعني لربما كاين اشكال مساهمه اللي احنا ما نذكرهاش. اولا انا عندي رقم تاع 5000 جزائري مغترب اللي رجعوا للبلد واليوم عندهم اعمال، عندهم كما نقولوا على ديزافير، اختاروا، انا كانت لي فرصه اني التقيت الكثير منهم اللي اختار انه بحكم الازمه اللي راهي عايشها فرنسا، قال لك انا كاين في سوق في الجزائر، لما لا انني يعني نغامر ونحاول. كاين الكثير في منهم يعني ننجحوا، نقولها بكل صراحه، في مجال البناء، في مجال الخدمات، في يعني عده يعني اشياء، وحتى بعض القوانين يعني الجزائريه اليوم مثل الانساج كاينين بزاف اللي دخلوا في هذا الاطار، في هذا الاطار حتى واذا كان قليل يعني. الهجره الدور نتاعها معروف من وقت الثوره نتاعنا، كان العمل الدور نتاعها محدد في بعض المراحل، شفناه يعني بصفه جاليه، يعني الدور اللي قامت به الفيدراليه فيدراليه فرنسا انذاك. نعم شفنا دور يعني الهجره في الأزمة اللي عشناها في الانتخابات الرئاسية على ما أعتقد 95، وإن كانت الإشارة الأولى يعني بكل صراحة الإشارة الأولى، وهذاك الزحف هذاك يعني يعني المشاركة هذيك الهائلة، حتى كانت في الوطن كانت في امتداد، وكانت يعني الهجرة كانت عندها تأثير كبير على هذيك يعني النسبة تاع المشاركة آنذاك في 95. كذلك اليوم نشوفوا احنا الفريق الوطني، يعني بكل صراحه الفريق الوطني من ابناء الجزائر، يعني جل يعني اللاعبين تاعو كل ابناء المغتربين، يعني الانسان هذا يعني جانب. شفنا ايضا هذا وشي يعني انا الحيره نتاعي انا، يعني الرايه الجزائريه ترفع كثير في باريس اكثر ما ترفع يعني في الجزائر العاصمه ولا في بعض يعني الجهات نتاع البلد. لما تشوف انت جزائري من الجيل الثالث والجيل الرابع ما عنده حتى ما كانش حتى لو برا جا الجزائر، وتلقاه عنده هذيك يعني العلاقه هذيك الوطيده، العلاقه هذيك العميقه مع البلد، ما تفهمش الى حد الان انا ما نفهمهاش. للدرجه ظاهر انا اتاسف يعني لوزير يعني وزير الداخليه فرنسي يسمح مثل هذا يعني الاعمال، راح حضر الى التربصات نتاع الشرطه، درك ولا ما فهمت ولا يعني باش يعني يقمعوا المظاهرات، يعني يرفعوا شعار تاع يعني 1-2-3 فيفا لالجيري، وكان المشكل يعني مازلنا يعني نعالجوا بعض القضايا الداخليه دائما على خلفيه استعماريه، على خلفيه يعني. وكذلك لربما اللي يزيد طين بله، لربما ان حتى سياسه الاندماج اللي حاولت فرنسا كل مره تبعها ما نجحتش، وهي يعني في الاصل موذى بها هذا الناس هذو ما يندمجوش، باش تبقى لعبه يعني بين يعني شغل ورقه لعبه يعني بين يعني عكس نشوف. انا كنت عشت 3 شهور في المانيا، يعني الدولة الألمانية تعترف بالكوميونيتاريزم، تعترف دارت لهم أماكن وين عايشين وكلش، وشفنا
مساهمة الجالية نعم. التركية في الاقتصاد التركي. فهمت؟ نعم. حبيت تفضل. لا احنا عندنا هذه الإمكانية. علاش؟ لأن تقهقرنا في التنظيم، تقهقرنا في التنظيم. بكري كانت فيه ودادية، اليوم ما كانش. سنأتي فيما بعد الآن لنتحدث عن الجوانب الاقتصادية يا عبد الوهاب. نعم نعم. مطروح يعني أنت تتكلم على الاقتصاد، تتكلم على الاستثمار، تتكلم ربما على مساهمة الجالية الجزائرية في التنمية الوطنية. أنا السؤال اللي نطرحه اليوم يعني أمام ربما ملايين يعني من المشاهدين هنا في الوطن أو خارج الوطن، الجزائريين في فرنسا أقدم جالية هناك منذ الحرب العالمية الأولى، ما عندناش بنك جزائري، بنك جزائري ما كاش. هل يعقل أنه الجزائري الآن يلوح الراتب الشهري تاعه، يعني الشيء اللي تحصل عليه شهرين يلوحهم في بنوك مغربية وبنوك تونسية؟ هل يعقل؟ هل يعقل أنه جالية، أكبر جالية في فرنسا، ما عندناش يعني دار للجزائر، يعني وين الجزائريين أبنائك اللي مقيمين في فرنسا يروحوا يقرأوا التاريخ الجزائري ويعرفوا يعني أبطال الجزائر، وإحنا راح نعيش يعني حدث كبير يعني بعد أسابيع من الآن؟ هل يعقل أنه أكبر جالية، أكبر عدد المساجد في فرنسا أئمتها جزائريين، أكبر الإذاعات في فرنسا عددها يعني حوالي 20 إذاعة موجهة للجالية مدراءها جزائريين، وأكبر عدد الجمعيات في فرنسا رؤساءها جزائريين، وما قدرناش نوحدوا الجالية؟ فبالتالي أنا السؤال نطرحه يعني للمسؤولين، فهل هناك سياسة واضحة المعالم اتجاه هذه الجالية؟ ما عندنا السياسة، احنا نعرفوا مهاجرينا فقط في الانتخابات. طيب نعم. يلا يا جماعة في انتخابات نصفق ونحاول نجند ونحسس الجالية باش تشارك مثل ما ذكرت يعني في 95 في انتخابات الرئيس السابق يعني اليمين زروال ربي يذكره بالخير. فهذه صح كانت إشارة. فالآن الجالية بكل صراحة يعني ننتظر سنشخص في لو سمح سمير فقط تكر سي عبد الوهاب جاكون أن الجالية أفراد الجالية يعني معنيين بلونساج، الواقع غير ذلك يعني صراحة. عندما يتقرب واحد مقيم في الخارج غير معني ببلونساج إطلاقا، العائلة تحمي عليه. لا في لا لا نتكلم لك عن جالية يعني مثلا، حتى في كثير من البرامج غير معنيين منها، مثلا تشوف برامج السكن لا توجد صيغة للمهاجرين، لا يتحدث عن مشروع لكن لا يوجد أي صيغة خاصة. أنا لا توجد صيغة خاصة بالجالية. لما تدخل سيتي إلكتروني كناب توجد صيغة خاصة غير مفعلة، غير مفعلة مش مغلقة، ولكن ما على بالناش إذا كان الإجراءات يتم استكمالها. لا غير مفعلة، نتكلم لك حاليا غير مفعلة. ما فيش هذه وعود، هذه أقول فقط أنه وعود. وزير السكن أتكلم أمام الرأي العام الوطني وحتى الولي نعم، وقال أنه راح تكون في حصة للجالية الجزائرية. فين هي؟ كل المهاجرين الجزائريين، أنا مقيم في فرنسا، كل المهاجرين الجزائريين سمير هناك الآن. سمير سأدعوك تكمل، ولكن أيضا الجالية الجزائرية طبعا على اختلاف التوجه السياسي للنائب، ولكن النائب أيضا ينبغي أن يساهم، ينبغي أن ينقل الانشغالات، وينبغي أن إن صح التعبير يضغط بشكل أو بآخر حتى يحاول قدر الإمكان تلبية ما استطاع يعني من طلبات يعني مجهوداتكم. هل مثلا تحدث كيف يتم يعني يعني كل مره الضغط في هذه الملفات مثلا وانت يعني في البرلمان؟ لا حياه لمن دونك، وهذه لا حياه لمن دونك. للأمانة انا حضرت اكثر طيب من مره وين السي سمير يدعو الى هذه المطالب في افتتاح كل دوره خريفيه هو وكثير من النواب الممثلين. تكلمت سي سمير بعيدا سأتبع فقط نقطه واحده سمير، ساكمل الفكره يعني مثلا بعيدا عن يعني الاتهامات ما الى ذلك، هل مثلا تم توجيه سؤال للسيد وزير السكن مثلا؟ وجهنا أسئلة للوزير الأول يا سيدي الكريم، وجهنا الأسئلة لكل وزارة. أنا تحدث لي الآن على السكن، أنا أرسلت زوج مراسلات رسمية لوزير السكن لحد الآن ما لقيت الجواب. هل يعقل ذلك؟ احنا العكس، ربما محتكين بنواب فرنسيين يعني رانا نعملوا معهم في نفس المنطقة وعندنا علاقات معهم دورية وتبادلات إلى آخره. فكي نشوف النائب هنا أنا نقول مسكين بكل صراحة، يعني هذا النائب اللي الوزير ما يستقبلوش، هذا النائب اللي الوزير ما يرجعلوش على انشغالات الجالية. احنا حاولنا عدة مرات نطرح السؤال لوزير السكن ونقول له يا معالي الوزير الناس راهي تغلي في فرنسا، وهذه بإمكانك أنه تطرح السؤال زميلك وزير الخارجية. قنصليتنا الآن الناس يومين يروحوا بملفات، كيف نطرح ملف تاعي هنا في القنصلية على مستوى القنصلية أو على مستوى وزارة السكن؟ ما كانش أجوبة. القناصلة تاعنا مسكن تعبوا كل يوم يستقبلوا عشرات المئات من المهاجرين الجزائريين. يا أخي أعطي له جواب كافي وشافي للجالية، هل فيه أو ما فيهش؟ حتى الناس يعني فقط
حتى على يعني حتى قضيه كذلك تذاكر يعني احنا شفنا وزير النقل كذلك تحدث للصحافه سمير كثيره هي سمير هذه المشاكل سمير شعبنا تكلم على نقطه عدم وجود بنوك في معنيه بالمهاجرين هو لسبب بسيط ان الجزائر يعني وكان الحكومه الجزائريه تقول انها لا تحتاج الى يعني العمله الصعبه التي طيب قادمه من لانها تغطيها الجبايه البتروليه ببساطه لان مصدر العمله الصعبه هو الجبايه البتروليه نطرح يعني جمله اعتراضيه هل يعني عدم ممكن حاجة يعني الجزائر إلى مثل المداخيل هذه تاع الجالية وكان أيضا سبب مثلا البترول لأنه نشوف أنه يعني الأرقام بالملايين الدولارات ملايين مليون أورو ما 500 مليون 600 مليون من دول جيراننا يعني لكن احنا يعني الوضع مختلف شوف سيدي الكريم انا بكل صراحه السنغال انا اكثر من ملايين مغربي يعيشون من تحويلات المهاجرين يعني ميزانيه ضخمه يعني روح للبرتغال روح لايطاليا يعني برتغال ايطاليا روح لتركيا تركيا الاستثمار تاع تركيا والمستوى اللي وصل ليه الاقتصاد التركي منين جاء من مهاجرين في ألمانيا 8 ملايين مغربي يعيشون من تحويلات المهاجرين في اوروبا سي سمير نعود فقط القضيه لكن نعطوه شويه طابع سياسي شوف المهاجرين كما قال سمير الجالية الجزائرية فرنسا أقدم جالية وتعود إلى إحنا قرينا في التاريخ أنه في بداية العشرينيات بدأت الحركة الوطنية تنشط في فرنسا ومعلوم أنه أول حزب سياسي نظر من استقلال الجزائر ولد في فرنسا 1926 من شمال إفريقيا طيب لما شفنا أنه الجالية الجزائرية وبكري كانت عمالية جالية عمالية بدرجة أولى الآن هناك عائلات يعني فالآن ما يمكن أن نقوله حول القضية أنه في غياب تام للتأطير لما كان بوادر نظام جزائري من أجل الكفاح من أجل التحرر كانت جبهة التحرير فرضت نظامها رغم أنها غير دولة وفرضت نظامها وكانوا العمال الجزائريين يشاركوا وكان عندهم ارتباط وتواصل بالبلد الأم الآن بعد الاستقلال وين ولات عندنا دولة ولات عندنا مؤسسات ولات عندنا أموال وزارات يعني جهات وصايا يعني وصايات على الجالية التأطير غاب منذ 89 منذ انحلت الودادية الجزائرية بأوروبا في إطار انفتاح سياسي وما خلفه من شرخ في النسيج الوطني من منذ 89 الجالية الجزائرية ولات مش تمكنش تأطير فمن يتحمل يعني احنا قبيله تكلمنا عن الاحزاب الاحزاب هما مؤسسات جزائرية دستورية طبعاً. لهم دور ولكن الدور الاول والاساس هو دور السلطة طبعا عندما يقول سمير هناك 30 إذاعة ما يفوق حتى كتابة الدولة كتابة الدولة للجالية يعني شفنا أنها تظهر مرة في تعديل حكومي ثم تذهب الآن ما فيش كاتب دولة للجالية كان زعلي ثم يعني الدولة يعني لا حتى أكمل الفكرة يعني فعندما يقول سمير هناك جمعيات كثيرة في فرنسا هناك إذاعات هناك وسائل إعلام لماذا لا تتواصل الدولة يمكن نقول الدولة بمؤسساتها مع هذه الجمعيات وتوظفها من أجل ربط الجالية ببلادها لما أنا يعني أحتار لما أجد تونسي ما هي جمعيات فرنسية ما هي جمعيات جزائرية يعني مثلا أيضا اسمها ولكن هي جمعية خاضعة للقانون الفرنسي ولكن من يؤطرها هي جمعية جزائريون باش ما نجردوش يعني نحطوا الثقة الكاملة على جهة واحدة يعني صعيب مثلا أنه يعني كيفاش تروح تلمهم هو عمل ايضا يعني تحسيسي عمل ايضا مجتمع مدني عمل ايضا فيه نوع من طبع النضالي لتقوم به الافراد هذه الجمعيات هي طبعا مادام في فرنسا خاضعه للقانون الفرنسي تاخذ الترخيص من وزاره الداخليه الفرنسيه ما فيش نقاش لكن هناك جمعيات جزائريين ولكن خاضعين يعني للقانون الفرنسي جزائريين يعني انا نعطيك على سبيل المثال الاذاعات يعني تسمع فيها الاغاني الجزائريه 90% من الشبكه البرامجيه تاع الاذاعه انا اريد فقط ان اقول ماذا تريد يعني الدولة هذه من الجزائري؟ حبيت نعرف فقط يعني نحبوا نعرفوا يعني وش يحتاجوا من الجزائريين؟ يحتاجوهم أو ما يحتاجوهمش؟ فقط إذا كانت لأنه الآن نشوفوا أنه الجزائري نحتاجوه فقط في مناسبات يعني وش نحبوا نظهروا للجزائر باش نقولوا احنا رانا جزائريين؟ الأخ يتكلم لك على المنتخب الجزائري عندما يفوز شوارع فرنسا كلها يعني مملوءة يعني أنا جاء واحد صديق من روسيا حضر معي آخر مباراة للمنتخب الجزائري مع روسيا في فرنسا قال لي سبحان الله ولا مرة فشت في حياتي وكنت نظن في حياتي أنه شوارع فرنسا هذه كلها جزائرية يعني تشوف الآن القنوات التلفزيونية أنا كنت أتحدى مدير التلفزيون الجزائري أنا ذاك حمراوي حبيب شوقي وقلت له والله نحلف على القرآن الكريم نذهب إلى فرنسا عدد الجزائريين اللي شاهدوا التلفزيون الجزائري أكثر من الجزائريين اللي شاهدوا هناك فوش نحبوا نظهروا للدولة الجزائرية يعني ارتباطنا بهذا الوطن ارتباط قوي تشوف أنه الجزائري يمشي في الشارع بقميص وفيه الخريطة الجزائرية وهو يتباهى
قدام الفرنسيين ويقول الفرنسيين يعني ما يعرف حتى الجزائر، ما يعرف حتى كلمة بالعربية، ما حتى بالجزائرية، وتتكلم له على الجزائر يقتلك. يعني عنده واحد الحب لواحد درجة ما تقدرش تصور. تشوفهم في الشوارع بالعلم بالراية الجزائرية في 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 الشرفات يعني المنازل والعمارات وكلها أمام الفرنسيين وأمام الأوروبيين. حتى في بعض الأحيان تكلموا معي فرنسيين قالوا لي والله عجيب، يعني احنا ولا مرة كنا نظنوا أنه الجزائري هذا من مواليد فرنسا وترعرع في فرنسا وتربى ودرس في المدارس الفرنسية وعنده علاقة بهذا الوطن، يعني عجيب يعني. فبالتالي يعني هذا الدولة أنا أقولها كثير للمسؤولين، نقول له هذا الجزائري اللي موجود في فرنسا مثل الإنسان اللي عنده ابنه، الأم تضرب الابن ولا تكلمه بصوت مرتفع يروح لباباه، طيب الاب يروح، فما عرفناش كيف نربحوا شبابنا ولا سيما الثالث والرابع. يعني الجانب الرسمي خلينا الان تكلمنا وانتقدنا الى غير ذلك، الان جانب ايضا الافراد، يعني وان كان هذا الجانب فيه بشكل او باخر انه فيه شكل غير كافي لاستقطاب هذه الجاليه بشكل او باخر، اليوم ايضا هذه الجاليه فيها كوادر، فيها اطارات، فيها غير ذلك، هي ايضا بدورها لا بد ان تبادر. هل ايضا الجاليه تبادر مثلا؟ نعم نعطي تفضل. اولا شفنا في مثلا الزلزال تاع بومرداس وين الجمعيات يعني الجزائريه تنشط في فرنسا قدمت مساعدات يعني كبيره باب الواد. كذلك نعرف انا في مجال الطب مثلا، في مجال الطب كاين جمعيات جزائريه عندها اتصالات وعندها علاقات مع جمعيات تنشط في مجال معين مثلا في الطب ولا حاجة موجودة في فرنسا. أنا نعرف كثير من الجزائريين جراحين ليجيو ويقوموا بعمليات يعني حساسة يعني موجود هذا صفة نعم. يعني نعم. درك لازم نطور من هذه الوتيرة هذه. أنا مثلا عنده الحق، كيفاش انت ساعه كاين في المركز الثقافي الجزائري في باريس، هل هو كافي؟ لا، عندك اليوم تجمعات كبرى مثلا باريس، ليون، مرسي، ليل، ليل والجاليه ليست باريس فقط، سمح لي على كل حال حوالي 45 ما نصغروش الجاليه الا في باريس. لا لا تزايد في دول المشرق بشكل بامكانك عنده الحق دوائر مثلا دي ميزون داجيري مثلا في هذه التجمعات بامكاننا اننا نبنيو. زيد نعرف من الجزائر عندها يعني ممتلكات يعني كبيره يعني في فرنسا لا تحصى، ممتلكات جزائريه خارج الجزائر يعني معروفه يعني معروفه حتى الضمان الاجتماعي الجزائري عنده ممتلكات. اذا علاش من هذه الممتلكات هذه ما نوظفهاش؟ زيد على ما نخلقوش وداديه يا سيدي وما نعطيوهاش طابع سياسي، نخلقوا وداديه وما نعطيوهاش طابع سياسي وتكون عندها فروع في 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 كل في مش باش تحل محل القنصليات والعش، لا ربما العمل تاعها راح يكون اكثر منه ثقافي ومساهم واجتماعي. وزيد انا نتسائل بنك فرنسي مقيم في الجزائر وبنك جزائري ما عندوش، رغم انه الاشقاء يعني عندهم بنوك بالجمله يعني في فرنسا سواء من لا سيدي هاي سيدي شوف سيدي اوف باري انفونتي لو شوند مش راح نبتكروا مش راح نبتكروا ولا حاجه. ياخذ يا اخي عندنا اخواننا اخواننا التونسيين وعندنا اخواننا المغربيين ياخذ ناخذوا عليهم يا سيدي المثال وفرت، ناخذوا عليهم المثال وفرت. وصدقني يعني فقط يعني الجزائري واحساسه كيشوف يعني بنوك مغربيه ويشوف بنوك تونسيه ويشوف بنوك مصريه وما يشوفش بنوك جزائر يعني يحس روحه يحس يعني بواحد القنطه لواحد الدرجه ما تقدر تصور. رغم ذلك لا اقول لك علاش سي سمير، شوف رغم المشاكل اللي عنده في الخطوط الجويه الجزائريه وما يروحوش الخطوط ما يروحوش خطوط اخرى والله وتشوف والله حتى يعني هذا اسعار تذاكر يعني هذا امر محير يعني تصور لا لا تصور اسعار تذاكر نقل وتروح في الجزائر الجزائري يروحوا في ارجي الجزائري هكا والمقابل سي جاكون وحتى حتى الكيفيه تاع الاستقبال يعني نقولها بكل صراحه حتى في الكيفيه في المطار يعني احيانا يعني يجي واحد يقعد قريب ساعتين ويستنى باش يعني تكون صراحه شفنا يعني شفنا اسمح لي طيب احنا اليوم باش ما نقعدوش فقط في الانتقاد ما بقناش وقت كثير نقطه برك يعني لو سمحت لا احنا يعني نعطيو رؤيه نعطيو مقاربه وقلنا يعني قادر نقدموا لكن نحاولوا نطوروا شويه لكن شفنا سمير يعني سمير في الصيف اللي فات مثلا وزاره النقل اتخذت مبادره بانها تخفض يعني اسعار التذاكر الخطوط الجويه الجزائريه ب 50% لكن ظرفيه لشهرين فقط. لماذا ولم تمشي لانه دخل في سجال بين ان هذا قرار سياسي وان
ان الخطوط الجويه هي شركه تجاريه والامر لن يكون مربح بالنسبه لها لو تخفض الاسعار. انا نحب نقول يعني من اسباب في حين هذا الامر هذا معمول به في شركه الطيران يعني المغرب في المغرب كاين باس سيزون في المغرب تخصص ممرات خاصه في الموانئ والمطارات للجاليه يعني لانها تدر لهم الدولار والاورو يعني هذا هو المصدر الوحيد. حبيت نقول فقط يعني لو تعطيني دقيقه دقيقه ونص يعني الارتفاع الاسعار شكون اللي يكون الضحيه الاولى يعني في هذا؟ هما الابناء لانه انتم تعرفوا في ازمه اقتصاديه خانقه في فرنسا والانسان انا درت دراسه يعني الجزائري اللي يجي الجزائر في فصل الصيف اقل شيء لازم له 10000 اورو. كي تكلمت الوزير قال لي لا قال لي مهبول تاع 10000 قلت له نروحوا للتفاصيل يا سيدي 3000 اورو اقل شيء هدايا وحنا نعرفوا في وقت زمان الهدايا كانوا يجيبوا حلويات الان مهاجر يجيب هدايا يعني مطلوبه من الجزائر يعني ما بقاش المحرمه كما نقولوا بكري وشويه حلوات وحلويات كل هدايا يعني فيها هدايا كل مره تجيب الهدايا يعني حوالي 3000 اورو نقل سواء بحري او جوي وكذلك المهاجر كيجي لبلده ما عندهاش اقل يجيب معاه 3000 اورو 4000 ما عندهاش بيت في الجزائر فبالتالي تشوف هذا السعر الاب واش يقول للابناء يا ولادي انتم اقعدوا انا نروح مع امكم نروح نشوفوا خالكم وعمكم بركه واذا ما جبناش الاطفال هاي الطمه الكبرى يعني راح نفصلوهم على الوطن تاعهم بكري يعني الواحد يجيب اولاده ويترباوا هنا ويعني ويتقابضوا مع الابناء تاع هنا ويتكلموا العربيه وفي بعض الاحيان مكسره الى اخره وهنا يكون حب الوطن حب الوطن من الايمان يا استاذ ما نقدروش نحبوا اولادنا اليوم من الخارج نحبوه بطبق تاع كسكس ولا في رمضان ونقول له هاو جدك كيف كان يدير لازم تجيبوا الوطن لازم يحتك بابناء الوطن يحتك بالثقافه الجزائريه لازم يشمر وباش يروح وكيروح يروح هو يعني ممتلئ بالروح الوطنيه وكيقعد مع زميله في المدرسه كيتكلم له على البلد تاعو يتكلم له على التاريخ حنا عندنا ابنائنا الان وتروح الانترنت وتنعت له الخريطه الجزائريه وتقول له تمرس وين موجوده ولا العاصمه تاع الجزائر والله ما يعرفها فبالتالي هذه الاشكاليه الان ما نشوفوش كما ابانا انا نقول للمسؤولين ابائنا راه في جيوبنا نحبوا ولا ما نحبوش رايحين وجايين وبلا مزيتنا ودير له 2000 اورو يجي لكن ابنائنا الان وروح للمطار وروح للميناء وشوف العائلات الجزائريه اللي يجيو يجيو بدراري صغار لانه طفل صغير يبكي شويه ويسكت يكركروا معاه لكن اللي وصل عمره 15 سنه 16 سنه يقول له انا ما نروحش نروح اير طيب فبالتالي هذه لازم نفكر كيف نجلب وكيف نستقطب ابنائنا من الجيل الثالث والرابع لانه هذا هو المستقبل تاعنا. صحيح، في حين نشوف دول اخرى تعمل جاهده وانت تدري يعني يعني معنى كلامي على استقطاب جاليتها الاصليه يعني بدون ان نتحدث عن هذه الدول. سي محمد مسلم كنت اريد ان اطرح فكره يعني هناك كثير من الجزائريين كانوا مقيمين ايضا بالشق الاخر سمير باش ما نتجاهلوش الشق واحد اخر. كثير من الجزائريين كانوا مقيمين سواء بالدول العربيه او دول اجنبيه شفناهم انهم رجعوا في السنوات الاخيره كثير اللي رجعوا واقاموا نعم مشاريع داروا مشاريع ومشاريع تحسب كمشاريع ناجحه. صح. هذا الا يعتبر بشكل او باخر تسويق على ان الجزائر ايضا يمكن ان تكون ارض خصبه وهي ايضا ارض عذراء سواء في كل القطاعات في الاعلام الى غير ذلك بالنظر الى ان المارشي الاخرين كان ساتوري كما نقولوا احنا يعني ما تم استغلالهم. شوف الجزائريين مرتبطين ببلدهم يعني اللي عنده دراهم واللي ما عندوش، اللي ما عندوش دراهم او عبر من خلال نزوله للشوارع ليحتفل بالفريق الوطني، اللي عنده دراهم جا استثمر لكن بالمقابل ماذا قدمت يعني الدوله في هذا السياق يعني تحضرني يعني دراسه دارتها جهه محايده قدرت يعني انه سعر الخط الجوي بين باريس والجزائر اغلى من سعر الخط جوي بين باريس وبانكوك على الاف الكيلومترات يعني بين الجزائر وموسكو خليني نقول يعني بين الجزائر وباريس 700 كيلو فقط يعني بين العاصمه وباريس بين باريس وبانكوك عاصمه تايلاند في اقصى جنوب شرق اسيا نعم الالاف من الكيلومترات صح هما قدروا داروا دراسه تقييميه لقوا انه سعر الكيلومتر بين باريس والاخر اقل بكثير من سعر الكيلومتر بين باريس والجزائر هذا شيء الامر الثاني الامر الثاني سنرجع فيما بعد دقائق لقضيه البنك لانه عندي بعض الارقام راح نمدها لك الامر الثاني خليني فقط يعني كاين تجربه احكي عليها تجربه ناجحه تاع الجاليه التركيه في المانيا يعني الجاليه التركيه في المانيا انا وانا زرت المانيا ودرت عد يعني في كل مدينه عندهم مركب فيه الجامع المسجد وفيه المطعم وفيه المقهى وفيه ورشة كبيرة من مختلف يعني فيه مدرسة فيه كل احنا في الجزائر
بناء الجاليه ما تلقاش واحد في الالف تلقاه يتكلم اللغه العربيه. فيه ثانويه في باريس، ثانويه جزائريه في باريس الدوليه، ولكن كل من يعرف، انا ما زرتهاش ولكن يعني اللي زارها وكل شيء يقول لك فاشلين بكل المعايير، يعني ما تعلمش يعني الثانويه في الثانويه الجزائريه في باريس هي بالاساس تعلم اللغه الام لابناء الجاليه. طيب العلوم التقنيه الرياضيه والى ذلك تعلموها في نفس الاتجاه. انا نعرف كثير من الجزائريين مساكن اللي خلقوا جمعيات وانه داروا فرقات يعني موسيقيه باش يعلموا اولادهم الاندلس ولا المواشعات نتاعنا. كذلك كاينين كثير من اللي داروا مدارس، ولكن ولا هذا الكين جود يعني كي نقولوا احنا خاص فردي. انا نحب فردي حتى نكمل فقط الفكره، حتى نكمل الفكره. اذا الجاليه الروح الوطنيه موجوده، تحتاج الى تأطير. فيما يخص الان الاستثمار واضح انه كل من جاء اجنبي او جزائري او يقول لك هناك عراقيل بيروقراطيه ما صح. هذه العراقيل البيروقراطيه يعني حتى ولو قالت الحكومه، ولو قال وزير الصناعه، ولو قال وزير الاستثمار، رانا الحين اجراءات على الواقع شيء اخر. الاجراءات نحو اجراء يخلقوا 10 اجراءات من طرف ذلك العون او ذلك الاخر، لانه الفساد فشى في الاداره ولا بد من معالجه. خليك تكمل، ولكن الشيميوثيرابي يعني معالجه كيميائيه لهذا المرض اللي صار. سناتي فيما بعد. يعني باقي تقريبا 10 دقائق سمير. لما تكلمنا على قضيه البنوك ما الى ذلك، انه مثلا في هذه السنه الماضيه تم تحويل بين الاحصائيات نحو 282 مليون اورو الى الجزائر، في الجزائر بواسطه المصارف وشركات الى شرعية وغير شرعية. بطريقة شرعية. نعم. بطريقة شرعية. ولكن مثلا انه فتح فرع، اعتقد هذه يعني معلومة فاتتنا ولكن معليش تناولوها، الفرع للمصرف الشعبي الجزائري، المصرف الشعبي الجزائري. المصرف الشعبي. نسبة الفائدة في تحويل الأموال لا تتعدى 0.8%. أما عند شركة أخرى اللي هي ويسترن يونيون معليش نقولوها تصل إلى 8.4. نعم. في حين شركة سوسي جينيرا 4.2. يعني سعر التحويل الجزائرية 0.8. رغم ذلك رغم ذلك مش أسرع فقط، يعني ربما هي مدعمة من عندنا، ولكن أعتقد أنه أيضا غياب استراتيجية للتسويق للمنتوج الجزائري هذا أيضا شيء يعني ملاحظ بشكل غائب للمنتوج كبير. الجزائري يا سيد الكريم، المهاجرين الجزائريين يعني يستهلكوا المنتوج الجزائري بدرجة لا تصدق. يعني أنا يعني جو سوي بيان بلاسي، يعني راني في مكان اللي نقدر نقول لك. نعم. فالمنتوج الجزائري ما كانش اللي يستهلكوا في فرنسا اكثر من هنا. روح يعني المشروبات الغازيه ولا ادري العجائن وكل شيء، اقسم بالله العلي العظيم، غير حتى يعني لو المشروب يكون اغلى من مشروب اخر ما نذكرش الاسماء حتى ما نديرولوش اشهار، تلقى انه الانسان يدير المشروب الجزائري غير على الوطن تاعو، حبه للوطن. حتى المطاعم الجزائريه والمقاهي الجزائريه كلها يعني بالمواد يعني الواسعه الاستهلاك هناك. فانا نحب نقول فقط احنا ما جايين هنا يا جماعه باش نقولوا الدوله دارت اشياء، لكن احنا رانا نحلوا في عينين الدوله الجزائريه انه كاين اشياء اللي تقدر يعني تعود على البلد تاعنا وعلى شعبنا وعلى سياحتنا باكثر من كثير من اللي راهي الان. يعني انت تكلم لي كذلك على الاستثمار. انا نقول لك لاول مره يعني وانا اتحدث مع الجزائريين واللي حاملين يعني مشاريع في فرنسا، يعني عددهم لا يحصى ولا يعد. فيهم اللي جا الجزائر وعاد بعد اسبوعين ثلاثه عاد قال لك انا نروح نحب نحط ملف ما يستقبلونيش، لا ادري انا في بيروقراطيه كما يقول لك الاخ محمد. فالجزائري عنده عقليه تاع فرنسيين، راهو زاد في فرنسا ما تنساش، ربما احنا كجزائريين نحملوا. قال روح ما يستقبلنيش، لا ادري انا ما يعطينيش الوثيقه، نزيد نرجع غير غدوه. لكن هذا الشاب جاي بعقليه اجنبيه يجي، لكن فيهم كثير صدقني والله لأول مرة يعني منذ مكوثي في فرنسا منذ 20 سنة نشوف هذا الإقبال الكبير على الجزائريين اللي حابين يجيوا للفرنسا. فيه صح عامل اللي تكلم عليه الأخ انت أزمة اقتصادية خانقة اللي تعاني فيها فرنسا، في عدة شركات لجزائريين أفلست في فرنسا بسبب هذه الأزمة، وفيه كذلك عودة للوطن لأنه الآن رام يشوفوا أن الجزائر بخير يعني. نعم. اقتصاديين بخير، تنمية بخير الحمد لله. وأيضا نرجع في نقطة برك نكملها باش ما تفوتناش، ذكرنا قبل البرنامج أعتقد أنه فيه رحلة جديدة بين مدينة مارسيليا ومدينة جيجل، فيه يعني رحلات هكذا تفتح يعني من حين إلى آخر. لكن حنايا كي نقول رحلات والسعر يكون غالي لا داعي يعني لذلك الرحلات اذا كان السعر نفسه يعني في النقطة. ولا سيما انه الجزائريين هذه نقولها والاخوه راهم على درايه بالمواضيع، انا هذه ربما في بعض الحين اطرح سؤال نفسي ونقول يا هل ترى المسؤولين تاعنا ما يخرجوش للخارج؟
ما يشوفوش يعني الأسعار هذه بين مدينة وأخرى بين دولة أخرى. المغرب الآن يسدد يعني مستحقات التذكرة تاعه لمدينة من المدن المغربية بحوالي 20 أورو فعلا، وكان الانترنت هنا ناعت لك يعني التونسي كذلك. فالجزائري هو يقيم أمام المغربي ويشوف لأنه جاره ويروح معه فيقول لك كيف بلدي أنا، كيف شركة يعني خطوط جوية جزائرية وشركة أخرى والجزائر عندما دخيل وكل شيء يقول لك أنا يعني. طيب شكرا سمير. سي عبد الوهاب جاكون، إذا كان تكلمنا الآن على أولوية الأولويات يعني باش ما نكونوش منظرين، ولكن أيضا ينبغي أن نتوقف عند هذه النقاط بالنسبة لجاليتنا في مختلف الدول العربية أجنبية، فرنسا، في أوروبا، في أمريكا، في دول المشرق ما إلى ذلك، حتى في فلسطين وحتى في 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 سوريا والعراق ما إلى ذلك. أولوية الأولويات، هل نحن الآن بحاجة إلى سياسة إعلامية، سياسة تسويقية، سياسة اتصالية لمعرفة يعني وضع الأصبع على الجرح كما قلنا البارح في حصة أخرى، أم هناك يعني أولويات تكون من داخل الجالية في حد ذاتها؟ ما رأيك؟ لا هو ذرك الهجرة ما بقاتش كما في السابق، تغيرت كثير. مثلا نحكموا احنا مجال الطب في مثلا في فرنسا الأغلبية الصحقة تاع الأطباء تكونوا في الجزائر، في الجامعة الجزائرية. أنتوا لا دونك ماهوش هذو تكبروا أكبروا لهنا وترعرعوا في الجزائر كيما يقولوا تعلموا في الجزائر، ماهمش كانوا في يعني في الجزائر. هذو قدر تستفيد منهم في عدة مجالات، ولكن لازم تخلق قنوات مثلا في مجال الاقتصاد، ولا مثلا احنا اليوم عندنا عجز في اليد العامله في مثلا في البناء، علاش ما ديرش فرع تاع لانام، فرع تاع لانام في باريس ولا في بعض البلدان صح. قال مثلا يا سيدي ها هي القطاعات ولا المهن اللي احنا في حاجه اليهم، سواء كان القطاع ها راح نجيبوا في اجانب، رانا نجيبوا في اجانب وسلكم في العمله صعبه. قال مثلا في مجال البناء ها واش نسحقوا واش نسحقوا واش نسحقوا واش نسحقوا، قادرين هذو الجزائريين يروحوا مثلا لانام الجيريان نشوفوا يعني اذا كاين في اتفاقيات ما بين الجزائر وفرنسا بين الدول. قال اخويا مذهبي انا ندير فرع نتاع لانام تاعي لنا باش ندير يعني طلبات نقدم طلبات باش كيما في البنوك ايضا صح. بنوك وزيد فيما يخص البناء كاين لاكناب. علاش لاكناب؟ لاكناب ما شاء الله شي المال اللي عندها الرب يعلم بيه. انا نشوفه لكن عبد الوهاب انه موجود اعتقد صيغه من بعد نكملوا لا 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 لازم لا تخلق شوف درك اسمع في اطار توسيع النشاط نتاعها لاكناب درك يعني نشوف عندها وكالات يعني في مابقاش كثير وقت. علاش هذه الوكالات هذه علاش ما تخلقش وكالات في 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 الخارج في الدول الاجنبيه في الخارج نعم. وهي تاخذ على عاتقها بعض المشاريع شكرا، لان المغترب ما قالكش انا اعطيني بلاش، هذه هي هذه نقطه مليحه، قالك ما تعطينيش بلاش، انا اعطيني خويا صيغه نسلك بها البناء نتاعي ودعني نقل جثمين يعني. باختصار رضوان نختم معك سمير، انا اعتقد لابد من وجود سياسه ومخطط لمن اجل هذه الشريحه، لانها في نهايه المطاف هي جزائريه. كان في مثلا لما عين كاتب دوله للجاليه لسنا هنا في يعني باش نشهر لعمله او سي ساحلي، كنا شاف زار باريس زار ايطاليا كذا، جمله من المطالب رفعت اليه نفس الكلام الذي قلناه، لكن اين تبخر؟ تكلم على مجلس استشاري للجاليه لم نرى شيئا، تكلم على تخفيضات لم نرى شيئا، كتابه الدوله طارت صح. على بد ان نعرف ان هذه شريحه جزائريه، والشيء الذي يحس في نفسه، وكنا ما فيش في واحد منا ما عندوش في العائله صح. مهاجر يقول لك يحس في نفسي اني لما يجي الصيف ولا يجي رمضان ما يبقى لا مغربي ولا تونسي في باريس، يبقى للاسف جزائري لان لا يستطيع ان يذهب الى بلده لان سعر غالي جدا هذا شيء نعم. يبعث على ربما مقارنه بلدان اخرى يعني يدعونا الى ان نوع من الحياه ربما. انا اتمنى شكرا. يعني من الاولويات ربما واذا ارادت الدوله الجزائريه ان تبعث برساله قويه لابنائها في الخارج وتقول لهم راني سمعت يعني انشغالاتكم، اول شيء لازم تعين وزير من الجاليه مثل ما داروا الدول الاخرى، قال انتم واحد منكم هو اللي يعرف همومكم، يعرف قضاياكم، يعرف انشغالاتكم، وهذه رساله قويه بكل صراحه، هذه ديرها الدوله يعني. ثاني حاجه انه تكون يعني يكون نظام للم شمل ابناء الجاليه. كان تكلم الاخ على المجلس الاستشاري، انا كنت كمراسل للتلفزيون الجزائري تعاملت مع كل كتاب الدول من صلوانجي الى ولد عباس الى بن عطله الى ابو شمله الى اخره، كلهم جاوا بافكار، لكن ما هو السبب اللي خلى هذا المجلس ما يطلعش؟ لمينا التجار مع بعضهم، لمينا الاطارات مع بعضهم، الرياضيين مع بعضهم، رجال المال والاعمال مع بعضهم، احنا نسالوا سمير. فبالتالي السؤال يطرح يعني المسؤولية القائمين حتى عمل مصالح القنصليه سي سمير نعم. مصالح القنصليه نعم. في المهجر نعم. ان شاء الله. وكذلك استغل هذه الفرصه في يوم الهجره ويوم المهاجر، لانه هذا يوم انه تجد الدوله الجزائريه
حل لمشكل نقل الجثامين. والله العلي العظيم يا جماعة، يعني انتم ربما ما كمش عايشين مع الجنة. نعم نعم نعم. كي متنا الجزائريين حطوا يدنا على قلبنا، يعني تشوف الصورة نتاعو معلقة في القهوة، معلقة في المطعم، في متعلقة في المساحات العمومية، ويجيوك إخوة جزائريين مساكين يعني ويقول لك خونا رحم والديك أن خونا مات. هذه ما نشوفوها عند المغربي، ما نشوفوها عند التونسي، ما نشوفوها عند التركي. الأتراك اللي عندهم 20 سنة موكوث في فرنسا وإقامة في فرنسا ما كانش. فبالتالي نتمنى من الدولة الجزائرية أن ترسل تبعث برسالة قوية كذلك، وكل مهاجر حلمه أنه يدفن في تراب بلده في بلده. وإن شاء الله أشكرك جزيلا النائب البرلماني سمير شعبنا. انتهى وقت البرنامج محمد، على كل حال إن شاء الله بإذن الله ستكون لنا، لأنه الموضوع الحديث عن الجالية ليس هكذا في ساعة يعني نتكلم على أن لا نعود إليها فقط في 17 أكتوبر 2015. إن شاء الله فرصة جاية قريبة، ونعدكم بأن ندرج برنامج اللي لازم نكمل فيها على كثير من المحاور لتهم جاليتنا الجزائرية في مختلف أرجاء الوطن. شكرا جزيلا لك سمير شعبنا النائب البرلماني عن الجالية. شكرا سيدي. كما أشكرك رضوان بوساق. شكرا. شكرا لك محمد مسلم الإعلامي. كما أشكرك عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانفير ريبوبليك. هذه الحلقة خصصناها إذن كما تابعتم مشاهدينا للحديث عن ذكرى جرائم 17 أكتوبر 1961، وتحدثنا أيضا عن بعض الملفات ذات الاتصال بجاليتنا الجزائرية. إن شاء الله كما قلت ستكون لنا إن شاء الله فرص أخرى قريبا لنتحدث عن هموم واهتمامات وأيضا حقوق وواجبات هذه الجالية الجزائرية. شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء. نلقاكم بداية الأسبوع القادم. إلى اللقاء.